سعيد، مرحبا بكم معنا دائما مباشرة لإذاعتكم أنفاس وبرنامجكم حديث أم غزل، اللي كيف كل يوم أربعاء كنتطرقوا فيه في الساعة الثانية المواضيع اللي كتهم حياة المرأة، حياة الأسرة، ودائما من الصحة النفسية. اليوم غادي نتكلموا على الخوف المرضي، وكنتكلموا على واحد النوع من الخوف اللي كيقدر يصيب الإنسان وكيولي مع الوقت مع السن كيزعجو، كيخليه يفقد التحكم في الأعصاب ديالو، التحكم في ردود الأفعال ديالو. هذا الخوف هذا سميتو الفوبيا. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على الفوبيا، شنو هي الفوبيا، شنو هو المصدر والأسباب ديال الفوبيا، شنو هي العوامل اللي كتخلي الإنسان واللي كيخاف من واحد الحاجة بعينها وماشي من أشياء أخرى، وكذلك شنو هو العلاج، واش كاين حل، وعلاش كيرتكز. موضوعنا اليوم غنتكلموا عليه معك دكتورة فدوى السعداني، المعالجة النفسية والجنسية. صباحك سعيد. صباح الخير عليكم كاملين وعلى مستمعين مستمعي الأصوات. أتمنى أنك بخير دكتورة وكذلك الأسرة الكريمة. من العادي جدا أنه الإنسان يحس بالخوف. كيف غادي يحس بالحزن أو بالخوف أو يعني بالفرح أو بالسعادة، يعني إحساس اللي كيكون طبيعي أن كل واحد فينا كيخاف من أشياء كثيرة، ولكن اليوم الخوف اللي غادي نتكلموا عليه هو واحد الخوف اللي كيتعرف أنه خوف مفرط، خوف غير عقلاني، يعني ما كيبقاش العقل كيخدم فيه وما كيبقاش الإنسان فيه كيتحكم في راسه. فعموما من خلال يعني الأبحاث اللي لقمت بها، الفوبيا كاين الناس اللي كيخافوا من الحيوانات، مثلا من القط، من الفار، من الكلب، كاين اللي كيخاف من الحمش، من سباق الزيت، من العنكبوت، كاين اللي كيخاف من الظلام، كاين اللي كيخاف من الجنون، كاين اللي كيخاف من العلو أو يركب الطيارة، كاين الناس اللي كيخافوا مثلا من الدم، كاين الناس اللي كيخافوا يمشيوا عند طبيب الأسنان، كاين الناس أيضا اللي كيخافوا من المواجهة ديال الآخرين أو الفضاءات المفتوحة، وكاين أيضا نوع آخر اللي هو شائع كثير حسب دراسات طبية والعلمية اللي كيتسمى بالفوبيا الاجتماعية أو الخوف من مواجهة الآخر. فاليوم طبعا دكتورة احنا بغينا نسمعوا من عند مستمعاتنا شنو اللي كيخوفكم، مناش كتخلعوا لواحد درجة اللي ما كتبقوش تحكموا فيها في نفوسكم، في أعصابكم، في ذاتكم. للمشاركة معنا اتصلوا بنا على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. معكم مع دكتورة فدوى. اليوم إن شاء الله غادي نفهموا ونعرفوا شنو الفرق بين الخوف اللي هو عادي وبين الخوف اللي كيولي مرضي وكيولي ثقيل وكيولي مزعج وكيبقاش الإنسان قادر يتحكم فيه، باش بالتالي نعرفوا شنو هو العلاج وشنو هو الحل. دكتورة فدوى السعداني، بداية ملي كنتكلموا على الفوبيا، شنو كنقصدوا بالفوبيا؟ شنو هي الفوبيا؟ أول حاجة الفوبيا هي خوف، وكيف ما قلتي الخوف هو إحساس طبيعي، وماشي غير إحساس طبيعي، هو إحساس ضروري ومهم، لأن الإحساس بالخوف في قدام واحد الخطر هو اللي كيعطينا القدرة أننا نحمي راسنا من هذا الخطر. هذا الخوف اللي هو طبيعي ومحمود، خاصو يكون عندنا في الحياة ديالنا. الخوف المفرط اللي كيولي فوبيا أو رهاب هو واحد الخوف اللي كيكبر بواحد طريقة كبيرة، وكيكون عنده علاقة بواحد الموقف محدد ولا بواحد الشيء محدد، يعني ماشي أي خوف، ماشي من أي حاجة، ماشي بحال نوع ديال التخوفات الأخرى، لأن كاين أنواع ديال المخاوف المرضية، ولكن هنا هذا كيكون خوف اللي هو عنده علاقة مع شي حاجة محددة. ونبغي نفرق بين أنواع الرهاب اللي هضرتي عليهم والرهاب الاجتماعي. علاش؟ غير ربما نخليو الرهاب الاجتماعي لحصة أخرى، لأنه هو بوحده واحد الحاجة كبيرة اللي يتعلق مع جميع المواقف الاجتماعية، واللي عنده علاقة أكثر من الخوف من حكم الآخرين ونظرة الآخرين. داكشي علاش
انا كنظن من الافضل اننا اليوم نبقاو مركزين على الانواع الاخرى من الفوبيا. كيف ما قلتي كاينين انواع، وهاد الانواع كاين الاول هو الخوف من الحيوانات، سواء كانت حيوانات كبيره او حشرات، يعني القط، الكلب، العنكبوت كيف ما قلتي، سراق الزيت الى اخره. ان الخوف من الامور الطبيعيه بحال مثلا كنخافوا من العاصفه، كنخافوا من البرق، كنخافوا من الرعد. كاين الناس اللي كيجيهم فوبيا ملي كيبدا الرعد وهذا ما كيقدروش. كاين الخوف اللي عنده علاقه بالدم، وهذا كنشوفوه بزاف، وكنشوفوا بلي كاين الناس اللي ما كيشوفوا الدم وكيخافوا، كاين الناس اللي ما كيقدروش يمشيو يديروا تحليلات لان غادي ياخذوا لهم الدم الى اخره. وكاين الخوف من المواقف، والمواقف هي اللي داخله فيها هاد المواقف اللي هضرتي عليها، سواء العلو، يعني كان علو على شكل قنطره او لا على شكل سلوم، او شكل ان غنطلع للعماره الفوق مثلا، او للطياره. الطياره اللي مجموعين فيها جوج ديال المخاوف اللي هي العلو والمكان اللي هو مسدود، اللي هو مقفل، يعني فيها جوج الانواع ديال المخاوف. عندنا الخوف من مواقف اخرى بحال مثلا لاسانسور، يعني المصعد. عندنا الخوف من كيف ما قلنا الاماكن اللي هي مقفله او لا محدوده. عندنا الخوف بعض المرات غير كي الانسان ولو يكون بلاصه كبيره ولكن الباب مسدود، كيكفي انه يحس بهذا الخوف. وكاين الخوف كيف ما قلتي حتى من الاماكن المفتوحه، اللي كنسميوها لاغورافوبي، يعني النوع ديال الخوف اللي هو خوف من انك تلقى راسك في واحد المكان عام اللي فيه ناس كثار، وهذا كيكون عنده اكثر علاقه من الخوف من ان تجرى لك شي حاجه وهذوك الناس يشوفوك كيجرى لك داك الشيء. يعني هو نوع، حتى هو واحد النوع خاص من الفوبيا. وكاين انواع اخرى اللي هي ربما كنشوفوها اقل من هذه اللي ذكرت حتى لدابا. هل الثقافه مثلا ديالنا كاين الخوف من الجنون، من الاشياء اللي هي ما كنشوفهاش، العين غير مرئيه. وهذا لقيت انه ايضا واحد الفوبيا اللي مشتركه في الحقيقه. هذا الشيء ما كاينش غير في المغرب، كاين في ثقافات كثيره وفي ديانات كثيره. معلوم لان العالم الغير مرئي الانسان ديما كان عنده علاقه به، سواء بالدين او لا بطرق اخرى. اذا احنا انا بلا ما ندخلوا في التفاصيل واش كاين واش ما كاينش او هذه الامور، هذه يكفي اننا نقولوا بلي في جميع الثقافات حاضره هذه النقطه هذه. اذا ملي كتكون شي حاجه اللي غنخافوا منها بواحد الطريقه مفرطه، كاينين الناس اللي لدرجه ان ما يمكنش نهائيا مثلا يمشي للمرحاض في الليل، لأن بالنسبة له إلى مشارة بالضرورة غتوقع له شي حاجة. هنا فين هذا النوع هذا اللي حتى هو كتير، هي كلها الفوبيا باش كتصف بالخوف المفرط اللي كيخلي الإنسان كيحس بواحد الأعراض جسدية كتيرة ديال الخوف، بما فيها دقة القلب اللي كتزاد، العرق بزاف، الرعدة، يقدر يجيه الإسهال، يقدر يجيه الحرق في الكرش بعض المرات، لدرجة أن الواحد يقدر يغيب أو لا بحال ما كيبقاش عارف راسه فين، يعني بحال كيتفافى بحال اللي كنقولوا. وبعض المرات كتوصل للحد ديال اللي كنسميوها نوبه الهلع او لاتاك دو بانيك، اللي كيبقى بقوه القلب كيبقى يضرب، الشخص كيتخيلوا ان غيموت بقوه الخلعه يعني. وعاد خلاص راه كنشوفوا التصرفات السلوكيه اللي كتبان لينا، مثلا شي كنشوفوا شي مرا الا دار شي قط كطلع فوق الطبله، او لا شي حد اللي كيخرج من البيت وما يبغيش يعاود يدخل له، او لا مثلا الناس اللي كيغوتوا الا قال لهم شي حد لا اجي معايا لاسانسور كيقدروا يغوتوا، يقدروا الا تسد عليهم لاسانسور يقدروا يديروا واحد الحاله ديال الهلع اللي هي كبيره. يعني كنشوفوا التصرفات بحال هكذا. مهم اننا نعرفوا باللي الفوبيا كتعطينا نوع ديال التفادي، ان الشخص كيولي يتفادى هذاك الحاجه اللي تقدر دير له ديك الخلعه، مثلا غيطلع 10 ديال لي زيتاج وما يطلعش في لاسانسور مثلا، يمشي مثلا ما يسافرش لواحد البلاد اللي ضروري خصو يمشي لها لان باش ما يركبش في الطياره. دونك كيولي واحد النوع ديال التفادي، كيولي واحد النوع ديال سلوك اللي كنقلبوا فيه على الامان، مثلا لا الا غنمشي لهاد البلاصه خصك تمشي معايا، لا بغيتيني نطلع الدروج وطلع غنطلع للسطح، لا خصكم تطلعوا معايا. يعني كيولي بحال محتاج شي شخص اخر او حوايج اخرين اللي تعاون. وهادشي كيعطي باش نقدروا نهضروا على الفوبيا، من المهم نعرفوا باللي هادشي كيعطي واحد المعاناه كبيره للشخص، كيقدر يشكل له بعض المرات اعاقه، وكيقدر يعطيه واحد الصعوبه في الحياه اللي هي حقيقيه.
احنا طبعا غنعرفوا ونسمعوا من عندكم نتوما مستمعينا مباشره على اصوات مناش كتخافوا هذا الخوف المفرط او هذا الخوف الرهيب الكبير اللي كيرعبكم؟ شنو اللي كيرعبكم لهاد الدرجه اللي كتشرح لنا دكتوره فدوى؟ واش هذه فعلا اللي عندكم هي فوبيا او ماشي فوبيا؟ باش تعرفوا اتصلوا بنا الان على رقم الاستديو 05 22 74 24 24. هنا سعيده من مدينة الرباط. صباحك سعيد، الله يسعد الصباح يا سعيدة. لو صباح النور، تحية. صباح الخير اختي سناء. مرحبا دكتورة ديالنا. مرحبا. كنعرفك انا بغيت نسولكم، عندي واحد الخوف اللي مفرط من جهة المواجهة، اي حاجة فيها مواجهة كيجيني واحد الخوف لدرجة ان المعدة ديالي كتقبض عليا بحال قبضتي شي كوردة وحسمتيها، ما تنقدرش نتنفس. نعم. ما كنقدرش نتنفس اي حاجه فيها مواجهه، بحال مثلا غنمشي عند الطبيب مثلا شي حاجه خديتها وغنردها، اي حاجه فيها هكا مواجهه وشي موقف حاسب ما كنقدرش عليها، تيخبطني واحد الخوف وكنبقى كيجي واحد ستريس وما كنقدرش نتنفس، وواحد العرق فوق المعده تيبقى تيضرب بواحد الشكل كبير. مشيت عند الطبيب على هذا المشكل هذا، وكان عطاني واحد الدواء زرق اللي معروف، وانا كنت خايفه لا ناخذه قال لك تيدير الادمان، ولكن من بعد وصلت واحد انا ما بقاش كنقدر نعس ولا نتنفس، وخديت الدواء اللي عطاك. هذا الدواء اللي عطاك الطبيب واش هو كيرخي كيهدى الاعصاب؟ تيهدى وتيرخي وكيدير النعاس، تينعس. نعم. وخديتي الدواء؟ الحمد لله ارتحيت، ما بقاش عندي داك المشكل، ولكن كنعطيها لي غير مده ديال 3 شهور، فملي حبسته دازت واحد المده الحمد لله ما بقاش عندي داك المشكل، ودابا بدا كيرجع لي. وبغيت نعرف واش غنبقى. شنو هو اخر موقف اللي طرا لك اللي حسيتي انه هذا الخوف وهذه الحاله اللي كتحكي عليها رجعت؟ انني خديت واحد الحاجه وملي جبتها للدار بقيتها بانها ما جات تقدي وخصني نردها نبدلها، فالغد لي واحد الخوف كبير ما قديتش انني نرجع عندك السيد اللي بعالي ونتواجه معاه ونقول له بغيت نبدل هذه او لا رجع لي فلوس، هذيك المواجهه ما بقيتش كنقدر. نعم. الخوف واحد الخوف كبير كبير كبير. نعم. وانت وصفتي العلامات والاعراض اللي كتحسي بها دكتوره فدوى السعداني. واش هذه فوبيا؟ واش هذا رهاب كتحكي عليه سعيده؟ هنايا هذا اكثر ربما نقدروا نصنفوه في الرهاب الاجتماعي، نوع من انواع الرهاب الاجتماعي اللي هو الخوف من مواجهه المواقف المحرجه، مواقف اللي كيخصنا نطلبوا من شخص اخر شي حاجه اللي ربما سعيده يمكن كتخاف من ردود الفعل اللي تقدر تلقى عند هذاك الشخص او لا من الحكم ديال هذاك الشخص عليها. هذا اكثر اللي عنده كيكون عنده علاقه مع الثقه في النفس والثقه في القدره على المواجهه وعلى التصرف الصحيح في هذه المواقف المحرجه. يعني سعيده انا اللي نقدر ننصحك هو ان الدواء من جهه راه مزيان وعاونك لان نقص لك من هذيك النسبه ديالك الخوف، ولكن اللي مهم هو العمل على الثقه في النفس وعلى كيفاش تعلمي انك تواجهي المواقف محل ما تهربي منهم، كيفاش انك تلقاي الطرق والتقنيات ديال اثبات الذات، وغتقدري تقلبي على تقنيات اثبات الذات في الانترنت غادي تلقايهم، وغتلقاي باللي كاينه الطريقه كيفاش نمشي مثلا نطلب بكل احترام للشخص ولكن بكل حزم، يعني طريقه عاديه كيفاش نطلب من الشخص مثلا ان هذه الحاجه راه ما جاتنيش الله يخليك بغيت نبدلها، وغادي تلقاي في غالب الوقت باللي الخوف ديالك كبار من الموقف، وباللي راه هذاك الشخص راه كان مستعد انه يتعامل معاك وانه ممكن انه يبدل لك ديك الحاجه، وبعض المرات اللي غيقدر يوقع مشكل. اذا هنايا هو نوع نقدروا نقولوا من الخجل ومن الصعوبه انك الانسان يمشي يشوف ديك المواقف المحرجه ويمشي يواجهها. اذا الدواء منين كيكون جاي هذا النوع مثلا ديال الرهبه اللي كنهضروا عليه او الخوف المفرط من المواجهه، شنو كيكون مثلا وقع في الطفوله ولا في الحياه ديال الانسان اللي كيخليه كيف كتحكي لنا سعيده تعيش هذا الشيء؟
يقدر يكون الشخصية ديال الإنسان يعني قبل كاع ما داك التكوين الأول ديالو أو الوراثة ديالته فيها واحد الجانب الخجل. هذه بعدا لأن ماشي كلنا عندنا نفس النسبة ديال الثقة في النفس والقدرة على المواجهة. هذه بعدا اللي كان ورثو كإمكانية عاد تقدر تكون في الطفولة الصغرى ما كانتش الإمكانية ديال التواصل بكل حرية. يعني كاين بعض الأطفال اللي كانوا كيسمعوا ديك سكوت ما تقولش أنت ما كتعرفش أنت ما كتفهمش. هذه من الحوايج اللي كتقدر تزيد في نسبة قلة الثقة في النفس. حاجة أخرى اللي ممكنة هي ملي كيكون مثلا هذاك عاش ذاك الطفل أو الطفلة أو حتى في المراهقة واحد المواقف متكررة ديال الإحراج، يعني أنه كيجي يقول واحد الحاجة وكيمشي قدام شي شخص وكيواجهه مثلا بشي حاجة وهذاك الشخص مثلا يدير له سكوندال ولا يعامله بشي طريقة كبيرة بزاف اللي غتشكل بحال شكل ديال صدمة وغتخلي واحد تخوف مستقبلي من هاد المواقف. يعني في محل ما الواحد غيولي يتعلم يواجه بشوية بشوية بالعكس غيولي يتهرب، وهذاك التهرب والتفادي ديال المواقف كيزيد يكبر المشكل. لأن في محل الواحد ما يتعلم بالتجربة، لأن كلنا كنتعلموا بالتجربة، كتمشي كتواجه الموقف كي ينجحتي يفشلتي المهم كتعلمي شي حاجة. ولكن مني كي كتبدأ ديك الطفلة أو ديك الطفل كيتفادى كيبدأ يتهرب، لا بلاش ما مشيش نقول ليه، لا غير خلي ليه هاد الحاجة مثلا هاد اللعبة ديالي خداها لي الصديق ديالي ولكن ما غنمشيش نقولها ليه. ومرة على مرة على مرة كيتكون هذاك الخوف وكيولي الواحد غير في هروب مستمر. داكشي علاش من المهم أن في الطفولة نعطيو الفرصة للوليدات يتكلموا واخا يخطئوا ما نقمعوهمش، بالعكس مثلا جاو طلبوا شي حاجة نحاولوا أننا نفسروا لهم مثلا علاش لو أو نعطيوها لهم ولكن ما نقمعوهمش، لأن هذاك القمع كيقدر يخلق هاد المشاكل من بعد. واضحة، وتمنوا لك سعيدة على أنه إن شاء الله تخدمي على هذه الأشياء، يعني هذه هي الحلول وإن شاء الله غتلقاي العلاج باش تقدري تضبطي راسك وتحكمي في هذا الخوف هذا ديالك، وراك غادي توفقي بحول الله. غادي نمشيو الآن لمدينة أكادير معنا خديجة. صباحك سعيد، مرحبا بك معنا على راديو أصوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كي دايرة أختي سناء؟ بخير الحمد لله. خديجة لاباس؟ شخبارك الأسرة؟ دكتورة اللي معاك يا خير بك خديجة، أهلا بك وبالناس ديال أكادير. بارك الله فيك أختي. شكرا خديجة. احكي لنا مناش كتخافي أو كتخلعي أو واش كاينة شي حاجة اللي كترهبي منها، يعني داك الخوف كبير. أنا أختي كان عندي مشكل ديال الخوف، كان خاف وكعادي بدك يجمع عندي ذاك الشيء بشوية بشوية، مرة المساكين مرة كل مرة وقاش مهم. دابا مؤخرا ولا عندي المشكلة لركب، كان بغير ركب في السيارة كانت دي بناتي من دراسة كتشدني كيبدو يديا كيترعدوا عليا ورجليا ما كان بقاش نتحكم فيها. كتخافي لركبتي في شي طوموبيل ملي كان بغي نسوق أنا بدي أمني كتبغي تسوقي نتيا؟ أيه. كيولاو كيترعدوا عليا يديا ورجليا ما كنقدرش نتحكم فيها مازال. وانتيا كنتي كتسوقي قبل؟ لا كنت شحال هادي وما بقيتش كنسوق، توقفت شي دابا شي 7 سنين هكاك ولا اكثر. المهم مؤخرا دابا رجعت ليها، كانت دي بناتي للمدرسه ولكن فاش بديت كنديهم في الاول كيترعدوا عليا يديا رجليا ما كيتحكموش ليا، كتجي واحد الخوف رهيب بزاف. ما حاولتيش تعملي مثلا واحد الدروس شي حصص ديال دروس سياقه باش تعاودي تلقي يديك؟ لا راه انا كنسوق ماشي ما كنسوقش، ولكن غير ديك الخلعه اللي كتجيني. اما ماشي عندي مشكل في السياقه انا كنعرف، ولكن غير الخوف اللي كيجيني ملي كنبغي نمشي نركب فيها كتشدني واحد الخلعه رجليا كيترعدوا ما كنقدرش مازال نتحكم. نعم. انا غنسولك واحد السؤال ومن بعد غادي نرجعوا للدكتوره فدوى باش تجاوبك. انت دابا في حياتك العاديه في اسرتك في دارك مع وليداتك مع مالين الدار، كيف عامله مثلا؟ كتقدري تواجهي الناس؟ كتفرضي رايك الا بغيتي شي حاجه كتطلبيها؟ لا ما عنديش مشكل شويه في المواجهه ديال الناس، وكاين شي حد براني بزاف ولا داكشي كيجيك منه شويه ديال
إنما ما عنديش مشكلة في الدار وكا ولا مع الناس ما عنديش مشكلة بزاف. نعم على أي حال أكد لك على أنه هذه الحالة اللي كتحكي راه كثير من النساء عندهم أنهم مثلا كتكون عندهم نوع من الفوبيا من أنهم يسوقوا الطنوبيل. دكتورة فدوى السعداني واش هذه إذن فوبيا اللي كتحكي عليها خديجة؟ فوبيا لأنه هو موقف محدد اللي هو ديال السوقان. أنا بغيت نسولك خديجة غير واحد سؤال، واش فيت لك وقعت لك شي حديثة أو وقع شي تشابك ولا شي حاجة بحال هكذا اللي زاد لك من هذا الخوف هذا؟ لا لا ما وقعت هي حتى انا كانت عندي مشكل هكا عائلي كنت كنسمع كان شي مشاكل في دارنا وملي كيفوني هكا التليفون كنتخلع شنو غنسمع شنو غيقولوا لي. واحد النهار لقيت كراسي يديا كيترعدوا عليا كي كنسمع شي حاجه كنولي كلي رجف كرشي كتقبط عليا يعني كاين انواع ديال الخوف شويه شويه ولكن ملي رجعت كان نسوق هكا في بداية المدرسة صافي رجعت لي الخلعة. هنا خديجة هذا نوع من الخوف يعني اللي هو الرهاب فوبيا ديال السوقان اللي موجودة كثيرة كيف ما قالت سناء. هذا الخوف هذا انت عندك حتى واحد نسبة الخوف العام غادي نقوله او انواع اخرى من الخوف، يعني ان كيف ما قلتي كاين حتى الخوف من المشاكل، كاين خوف بعض المرات من انك تواجهي بعض المواقف الى اخره. اللي كاين هو ان هذه الفوبيا هذه خدمي عليها على حدة، يعني خرجيها من الاطار ديال المخاوف الاخرين وخدمي عليها على حده. كيفاش غتخدمي عليها؟ اولا كيف ما قلتي انت قلتي بعد الكلمات اللي كتعالج قلتي انا كنعرف نسوق. هذه اول نقطه مهم تبقاي مفكراها، هي انك اولا راك كتعرفي تسوقي وان عندك نفس الامكانيات في السوق بحال اي شخص اخر. يعني ملي كتركبي وكتاخدي الفولون ديالك وغادي تسوقي بنياتك باش توصليهم للمحل ديالهم المدرسه ديالهم راه عندك نفس الامكانيات. هذه مهم انك تعرفيها. ديما كاينه واحد النسبه ديالك المخاطره ملي كنكونوا سايقين ولكن كتكون محدوده لان كنحاولوا كنديروا ما امكن باش نسوقوا مزيان باش من نسوقوا بطريقه اللي هي امنه. اذا اهم حاجه خديجه هي انك تبقاي كتواجهي الخوف ديالك، انك تبقاي كتكبري الافكار الايجابيه في دماغك. مني تجي غادي تسوقي واخا يبداو يترعدوا لك يديك ورجليك غادي تقولي مع راسك لا انا كنعرف نسوق هذا مجرد خوف، لان شحال هذه ما سقت 7 سنين ما سقتيش. اذا غتاخذي واحد الوقت مع راسك باش تهدئي نفسك. حاولي ان تعلمي طرق ديال الاسترخاء، واحد ديال التنفس العميق اللي كيسمح لك باش تبداي بشويه بشويه تتهدني من هذاك الخوف ديالك. اذا كتبدلي افكارك كطلعي للطوموبيل بدي تعطي لراسك واحد 5 دقائق قبل ما الوقت باش ما تكوني شي زربانه، او لا ديريها في مواقف اخرى مثلا تكوني غاديه تجيبي بناتك من المدرسه جلسي مع راسك في الطوموبيل هو الاول بدلي افكارك وقولي الحمد لله انا كنعرف نسوق وعندي امكانيات مزيانه في السياقه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ديري واحد 5 دقائق ديال التنفس العميق باش غادي تشوفي بشويه بشويه غيكون الارتخاء في الذات ديالك، ديك الرعده غادي تنقص وتوكلي على الله وسوقي. يعني واجهي ديك الساعه الموقف وغادي تلاحظي باللي مره على مره على مره ان شاء الله غادي ينقص هذاك الخوف، غادي تنقص هذيك النسبه. ديريش خطا واحد اللي كيديروه بعض الناس هو انك واحد الوقت تقولي لا صافي انا ما بقيتش غنسوق هاكو الطوموبيل. هذا هو الخطا اللي ما ديريش، غير سيري هكذا بمرحله بمرحله وبشويه بشويه كثري من السوقان. يعني دابا حاليا كتديهم من المدرسه كتجيبيهم من المدرسه، من بعد تيري تقداي، من بعد ربما سافري، من بعد حاولي بشويه بشويه كثري النسبه ديالت المواجهه وغادي تلاحظي ان شاء الله في ظرف بعض الشهور ان شاء الله هادشي ما يبقاش. واش هنا غادي تحتاج المساعدة أو تدخل ديال شخص آخر مثلا مونيتور ديال السوقان؟ مونيتور ديال السوقان إلا كانت ما عندهاش ثقة في السوقان أو لا كتشوف راسها كدير أخطاء، ولكن ماشي بالضرورة. هنايا كاين بعض النساء اللي أو الرجال اللي كيكونوا توقفوا على السوقان لدرجة أنهم نساو السوقان حقيقة، وهنا ضروري من المونيتور. هنا بالنسبة للحالة ديال خديجة كنظن بلي هي عندها ثقة كافية في السوقان ديالها، ولكن الخلعة بحال اللي كتغلبها بحال اللي كنقولوا، يعني كاينه الثقة ما كتوصلش أنها تهدن من الخوف ديالها. ما نظنش أنها محتاجة المونيتور. إلا شافت راسها ولو دارت هادشي كامل ما كاينش نتيجة، ديك الساعة تقدر تفكر أنها تعاود تاخذ حصص مع مونيتور أو لا دير بعض الحصص ديال العلاج النفسي باش تزيد تقلب ياك ما كاين مخاوف أخرين اللي ربما هي ما فاهمهمش أو ما حاساش بهم.
شكرا الله خديجة، كنعطيوك كل القوة والطاقة الإيجابية، وانت ان شاء الله قادرة باش تجاوزي هذا الخوف ديالك. الله معك، حنا غادي نواصلوا معكم في نفس الوقت، كنستقبلوا مكالمات اخرى من عندكم. دائما قولوا لنا شنو الحاجة اللي كتخلعكم لدرجة كبيرة، كتخوفكم لدرجة الرهبة، واش هذا الخوف هو بالتالي رهاب او فوبيا؟ اذا بغيتوا تعرفوا اتصلوا بنا على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. مستمعتنا حياكم الله فيما كنتوا كتابعونا بالمغرب او بالخارج، كنحييكم رقم الاستوديو كنذكر به 05 22 77 24 24. مرحبا بكم باسئلتكم. اليوم كنهضروا على الفوبيا، كاين الناس اللي كيخافوا من الحيوانات من الحشرات وكيفقدوا الاعصاب ديالهم. كنهضروا على مواقف كثيره اللي ممكن تصيب الانسان بالهلع بالرهبه. واش نتوما عندكم هذا الاحساس؟ واش كتعيشوا هذه المواقف؟ الا بغيتوا طبعا تعرفوا واش هي هذه الفوبيا وبالتالي تعرفوا العلاج ديالها، تواصلوا معنا باش ان شاء الله دكتوره فدوى السعداني مشكوره تقول لكم شنو خاصكم ديروا. كنذكر دكتوره فدوى السعداني كترافقنا كيف كل يوم اربعاء المعالجه النفسيه والجنسيه. معنا زبيده. زبيده من جديده، مرحبا بك على راديو أصوات. السلام عليكم. على الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شخبارك لزبيدة؟ بغيت نهضر مع الدكتور. ايه مرحبا. انا عندي مشكل ديال الظلام. ايه كيوصل لي قلبي كيتقبط عليا. ايه عندك وليدات زبيدة عايشة في الدار معك ناس في الدار؟ مثل الرحبة اللي كتنعسي فيها، البيت اللي كتنعسي فيه كيكون مع في يعني معك مول الدار ولا بوحدك؟ معايا، ولكن يعني واخا يكون ما كنبغيش الباب يتسد، البيت لما كانش فيه الشمس الا ما يعطيش الضوء. اييه الا في الليل ما كنبغيش نخرج، كنخاف. مناش كتخافي؟ الا كنخرج كنحس قلبي كيتقبض عليه وكنبقى نترعد. نعم، يعني واخا يكون الانسان معك حداك في جنبك ولا الدار عامره تجي يجيك داك الخوف. دير ليا مشكل في حياتي. نعم، شنو هو هذا المشكل اللي داير لك في حياتك؟ راجل كيقول لك تي دائما بحال قاتي، دائما خايفه مناش، خايفه مناش، هادي مناش. دابا الدراري تيعرفوك تتخافي هكذا من الظلام؟ كلشي كيعرفني، كلشي حتى العائله تا. نعم، وهذا الشيء فيك قديم من زمان؟ تقريبا. واش ملي كنتي تقريبا صغيره؟ ملي كنت صغيره. وانتي لا سولناك واش كتفكري طرات شي حاجه ملي كنتي صغيره اللي وليتي كتخدعي يعني من بعد منها من هاد الظلام؟ انا السبب ديالي اول مره كان تسد عليا واحد البيت. ايه شحال كانت عمرك؟ ظلم. تقريبا تكون عندي شي 18 عام وكاكله، ودابا ما جاوبني حتى واحد. بقيت كنغوت وانا بوحدي، ما كاينش اللي حل عليا واحد المده، لدرجه ملي فقت لقيت راسي كنت مغيبه وانا ما عقلتش اش كنت. نعم، يعني ومن تما بدا عندك هذا الخوف بهذه الدرجه؟ من تما اي حاجه دابا فيها الظلمه، البيت اللي فيه الظلمه، الدار لا كانت هذا ما نقدرش ندخل ليه. نعم، درجة لاسانسور اللي تسد عليا، اي بلاصه تسدت عليا صافي كيجيوك هذوك الاعراض وكتوصل لك كيجيني الوجع وقلبي كيقيد يضرب. نعم، كنقول لك واش هذا الشيء اللي كتحكي عليه لزبيدة هو اذا الفوبيا، هو هذا الرهاب او هذا الخوف بهذا الرهبه هذه اللي كان هنايا؟ هذه فوبيا ديال الظلام، فوبيا ديال الليل، فوبيا ديال الاماكن المغلقه، يعني فوبيات هما فوبيات. لان عشتي دابا انت لزبيدة عشتي واحد التجربه اللي كانت صعيبه من ناحيه الشعور، يعني عشتي واحد الشعور اللي هو خايب بزاف مني تسد عليك داك البيت، خوف كثير لدرجه انك غيبتي. ولكن الا جيتي تفكري، وهنا في المهم العمل بالعلاج النفسي، هو ان مني كنرجعوا لهذاك الموقف الى رجعتي له غتلقاي باللي ما كانش فيه خطوره حقيقيه.
يعني أن ذاك الخوف كان مفرط بالنسبة لهذيك الموقف اللي عشتيه، أن يتسد عليك بيت في حد ذاته في وسط من دار اللي كاينين فيها ناس راه ما فيهاش خطورة، لأن في واحد الوقت غادي يعرفوا بلي ذاك البيت مسدود وغادي يجوا وغادي يحلوا هذاك البيت. هنا في المهم لزبيدة أنك تفهمي بلي الخوف ديالك هو خوف ماشي منطقي. علاش مهم تفهميها؟ لأن ما حدك كتعاملي معاه كأنه خطر حقيقي، وما حدك ما كتخرجيش وما حدك ما كتواجهيش هذاك الخوف، وما حدو غادي يبقى كيتزاد. الحقيقة هي أن سواء كنتي في لاسانسور في المصعد، سواء كنتي في بلاصة مسدودة، ما حد هذيك البلاصة راه ممكن أنها تفتح إلا أن راه ما كاينش خطر. هاد الشيء انا كنشوف بلي الحاله ديالتك دابا تفاقمات اللزبيده. نقدر انا نقول لك النصيحه هي المواجهه وكذا، ولكن انا كنظن بلي راك محتاجه تتبع نفسي، هنا محتاجه متابعه نفسيه، ربما تقدري تحتاجي الادويه كمرحله اوليه باش تنقص لك من النسبه ديال الخوف، لان بين بلي النسبه عاليه بزاف، باش كتقدري تبداي في المواجهه، يعني بحال بالمساعده ديال الدواء بحال شي عكاز كتعكزي عليه، وفي نفس الوقت كيعاونك باش كتقدري تبداي كتواجهي. لان هنا غادي يكون من المهم انك ديري تجارب اللي كتسموهم لي زيكسبوزيسيون، بشويه بشويه كتبداي تحطي في مواقف، مثلا في الليل لا غادي نخرج غير مع الزوج ديالي، ولو فيا الخلعه ولو قلبي مقبوط ولو مزيره غادي نخرج، وغادي نبقى حتى نرتاح وندخل. مرة أخرى غادي نخرج عاوتاني مدة أطول، مرة أخرى مدة أطول، واحد النهار غنخرج بوحدي. يعني هي مراحل في العمل ومراحل في المواجهة، كنبداو بالسهلة بديك اللي كتقدري عليها في الأول، وكنبقاو غاديين وكنصعبوا غاديين وكنصعبوا حتى كتقدري بشوية بشوية تواجهي المخاوف ديالك كاملين. إذا أنا اللي نقدر ننصحك بها اللزبيدة هو أنك شوفي شي أخصائي نفسي كاين الحمد لله في مدينة الجديدة، وحاولي أنك تتبعي باش تخرجي من هذه الدوامة ديالك الخوف اللي دخلتي فيها من هذه السنين، باش ان شاء الله تخرجي منها. وانا متاكده ان العلاج غيعطي نتيجه مزيانه ان شاء الله. بالنسبه للدواء، الناس اللي بحال زبيدة دابا تبارك الله عليها، يعني غادي تكون اعتقد في الأربعين او الخمسين من العمر ديالها، عندها الوليدات دابا، هذا الشيء لا ما وقفاتش عليه وعالجته دابا، واش كيقدر يتزاد مع السن؟ يقدر يتزاد مع السن، يقدر يتزاد مع الإحساس بالضعف. يعني أن بزاف الناس كيقولوا لا، وبنادم ملي كيكبر ما كيبقاش يخاف، وهذا دي ماشي حقيقة. بالعكس الخوف كيقدر يبدأ من الطفولة، كيقدر يبدأ مور العشرين بالنسبة لبعض المخاوف، خاصة المخاوف اللي عندها علاقة بحلقة مع شي مواقف، وكيبقى يقدر يبان في أي لحظة في الحياة ويبقى يتزاد مع العمر. يعني هو غادي هو كيكبر، هو غادي هو كيكبر، وكيقدر يقدر يشكل إعاقة حقيقية بالنسبة للناس. احنا دابا كنشوفوا اللزبيدة يمكن الا احتاج تخرج بالليل ما غاديش تقدر، يعني تقدر تكون عندها شي حاجة تقضيها بالليل، بيت الماء ولا المرحاض ما كتقدرش، وحتى الزنقة، وحتى انها تحتاج ان تخرج وليدها للطبيب، او لا يعني كتخيلي جميع المواقف ديال الحياة، سواء فرح او لا قرح او لا صعوبة اللي كتلزم علينا اننا نعيشوا بالليل. اذا هنا كتشوفي بلي راها إعاقة كبيرة، والمشكل ان الا ما بديناش كنعالج فيه راه كيبقى غادي وكيتزاد. طيب عندي سؤال اخر، المعاناه اللي كتحكي عليها زبيده، لانه دابا زبيده هي كتحاني، يعني هي واحد الحاله اللي كتفقد التحكم في الاعصاب ديالها. ملي كيكون الانسان هادشي كيطرا له مع زوج زوجه مع وليدات مع خوت، كيفاش خاصهم يتعاملوا؟ واش يعاتبوه ويقولوا صافي زدتي فيه بركه راك كبرتي ميمكنش تبقى تتعامل هكذا؟ كاين اللي ربما غيلقى راسو كيضحكوا عليه، يعني نوع من السخريه لانه هو كبير وكيخاف من الظلام. كيفاش الناس الاقربين خصهم يتعاملوا مع هذا الخوف اللي كيعيشوه الناس معهم في البيت؟ من المهم ان الناس اللي عايشين مع اشخاص عندهم الفوبيا يفهموا بلي هذاك مرض، خوف مرضي، يعني لو كان قادرين يتحكموا فيه كون راهم تحكموا فيه. ما يبقاش الانسان، حنا ديما كنفرضوا على الاخر الرؤيه ديالنا، حيت انا كنقدر ندير هذه الحاجه حتى انت خصك تقدر ديرها، لا، هذاك راه شخص ما قادرش، كون كان قادر راه كاع ما يعاني هذه المعاناه كامله. اذا اول حاجه هو نتقبلوا الفكره ديال المرض باللي راه ما كيديرهاش بالعاني، باللي هو ماشي انسان بحال اللي كنقولوا خواف، ما عنده ماشي شجاع الى اخره، ما نبقاوش نقولوا الكلمات اللي كتجرح، ولكن خصنا نكونوا واضحين مع الشخص. يعني مثلا الزوج يقول لها شوفي انا بالنسبه لي راك عندك مشكل،
وهذا المشكل كيخلق لنا مشاكل أخرى في حياتنا الزوجية وفي حياتنا العائلية وفي حياتنا العملية. إذا كيف ما أي مرض كيف ما أي مشكل خصنا الأقرباء ينصحوا هذاك الشخص باش أنه يشوف الطبيب. بعض المرات ملي كتذكر الطبيب الاختصاصي النفسي ولا الاخصائي النفسي ولا الطبيب المختص في الامراض النفسيه والعقليه حتى داك الشخص اللي عنده المشكل كيبدا يقول لك علاش كتقولوا لي بحال هكا واش انا حمق. لا انت ماشي حمق, انت عندك خوف اللي ماشي معقول. اذا واش بغيتي تبقى كتعاني منه راه غتبقى هكذا. بغيتي الحلول راه كاينه الحلول. وحاجه اخرى انا دابا كنقول حنا كلنا كندخلوا الانترنت يوميا نشوفوا فيديوهات نشوفوا كيش كيجرى في العالم. ملي يكون شي حد عنده شي حالة بحال هكذا وفيها معاناة رأيك في أنك تدخل الكلمات غادي تلقى الرهاب غادي تلقى الخوف المرضي غادي تفهم الحالة ديالتك وغادي تلقى باللي راه العلاج عند الطبيب. يعني أنا كيبان لي هذه هما الحوايج اللي يقدروا يديروا الأقرباء. سيروا فهموا وحاولوا تفهموا لهذاك الشخص إلا هو ما فهمش أشنو جاري ليه حاولوا تفهموا له غادي تقول له هذا الخوف راه ممكن تخدم عليه وتما نساندوه. ومني يكون بدا غادي يخصو يدير التجارب لأن ديك التجارب ديال المواجهة راه ما سهلاش كيخصو مساندة من الأهل. مثلا كاين اللي غادي يطلع للسطح ولكن راه النهار الأول راه خص تكون مع الزوجة ولا خص يكون مع ماشي غادي تمشي وتبدا تهكم عليه. لا خصك تكوني حاضرة مثلا ديك الزوجة ولا ديك الزوج تكون حاضر معاه تكون كتساندو ويكون الصبر لأن راه ماشي بين ليلة وضحاها غيمشي يومين ولا ثلاثة المرات ولا أربعة المرات عند الطبيب راه غادي يتعالج. راه استمرارية في العلاج. إلا قدرنا غير نقولوا ليه هذا راه مشكل وحنا معاك فيه وراه خصك تقلب على العلاج ومني يبدا في مراحل العلاج نساندوه غادي تكون نتائج طيبة إن شاء الله. طيب عندي سؤال آخر ونرجعوا له الجواب ديالو من بعد. هو الحالات مثلا أم أو أب عندهم هذه الحالة ديال الرهاب أو الخوف المفرط كيقدروا يدوزوا لوليداتهم واش كاين هذا العامل حتى هو وهذا الجانب هذا. ولكن قبل غادي ناخذ مريم اللي كتشارك معنا من مدينة طنجة. كنذكر بأننا دائما مباشرة معكم على إذاعتكم أصوات وبرنامج المرأة بامتياز حديث ومغزل. كترافقني دكتورة سلوى السعداني المعالجة النفسية والجنسية. مناش كتخافوا الحالة اللي كتفقدوا فيها العصب ديالكم وكتفقدوا فيها العقل ديالكم. كيقدر الإنسان يعيش أرق كيقدر يعيش هاد العصبية أو كيوصل الإغماء. كل واحد طبعا كنتعرفوا معاه الفوبيا اللي كيعاني منها وكل حاجة إلا وليها إن شاء الله العلاج والحل. مريم من طنجة صباحك سعيد. صباح سعيد. السلام عليكم. صباح وعليكم السلام ورحمة الله عليكم. مريم شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا خصوصا لمستقبل المكالمات. شكرا جزيلا. مرحبا مرحبا. تحيه طبعا المخرج ديالنا عبد الرحيم حبيش. تفضلي مريم واش انتي كتخافي بشي شكل كبير ومناش كتخافي؟ لا انا كنتصل على ابني على ولدك. الولد ديالي كان عنده ثقه في الناس كان انسان مزيان. كتعرفوا الولد البكر دائما كنعطيو هذيك العصاره اللي عندنا يعني في كل شيء. البارح يعني تبارك الله وكيقرا مزيان كلش. البارح كنتفاجئ انه عنده لا بويزي ودائما هو زعما تبارك الله مزيان في القرايه ديالو. البارح هو حافظ بغيت رجع كان رجع انا وياه حافظ مزيان شويه بدا كيبكي. مالك ولدي علاش كتبكي؟ قال لي ماما انا ما نقدرش نعرض على الاستاذ حيت ما نقدرش يمكن غادي تدعيني ولا غنشوف بعد نقدر نعرف ما نقدرش نشوف التلاميذ. انا تفاجئت ولدي ما كانت هكا يعني انا ولدي كنعرفو وتفاجأت علاش ولدي؟ قال لي لا ما نقدرش انا حست براسي ما نقدرش نعرض واخا انا حافظ وكنت حافظ وفاهم زعما ما عرف. وكان دابا جوج مواقف. هذا الموقف غير البارح وقع لي سبحان الله بديت كنفكرتو والبرنامج ديالكم جاني جدا. وموقف الثاني فيقت الحانوت شاف الراجل كي مشيت تسخر شاف الراجل كيجري لاح ديك الفلوس ورجع للدار كيجري وخلوع. مالك ولدي؟ قال لي شفت واحد الراجل مجين عندي كيجري. انا ما عرفت واش داك الشيء اللي وقعنا هنا حيت حنا قرابين شويه الجهه في ساكن مرحوم عدنان يعني واش كنا كنهضروا فيه في الدار والاعلان اثر على ولدي. انا ما عرفت. رغم هو ان هذا عمره هو في 11 عام في القسم السادس 11 سنة نعم. وكان مزيان يعني الطفولة ديالو مزيانة كنتعامل معاه مزيان المعاملة ديالو مع الأصدقاء ديالو عنده يعني علاقة اجتماعية زوينة. وينيني دابا تفاجأت في هذا الشيء اللي بدا كيدير لي دابا.
نعم سؤالك مهم. انا كنشكرك على الاتصال ديالك مريم، والله يرحم الله يرحم عدنان، ودائما كنتمنى ان شاء الله من العلي القدير الصبر والسلوان الاهل ديالو. ومن بعد عدنان للاسف يعني سمعنا حالات واحده اخرى اللي كان فيها دائما هذا العنف ضد الاطفال وهذا الجرائم ضد الاطفال، وكنتمنوا دائما على انه القانون بلادنا يتحرك ويضمن حقوق هاد الاطفال ويحميهم، ونكونوا حتى حنا كنحسوا يعني كاباء وامهات بالامان ان شاء الله تجاه وليداتنا. ولكن هادشي كنتعاملوا معاه، وكيفاش نتعاملوا معاه؟ طبعا الحاله اللي كتحكي عليها دكتوره في الوسع داني، واش هذه بدايه رهاب، بدايه فوبيا عند الابن ديالها؟ هادشي نقدروا نقولوا بداية رهاب اجتماعي ربما. علاش؟ لأن عندها علاقة بالآخرين، عندها علاقة برؤية الآخرين. إلا لاحظتي الوليد قال واحد الكلمة اللي هي مهمة، هي كيخصو حتى يسد عينيه ما يشوف شيء لا في الأستاذ لا في الوليدات الآخرين، حتى باش يقدر يعرض، لأن بالنسبة له غادي يشوف الآخرين كيفاش كيشوفوا فيه. وهنا هذه بداية ديال الرهاب، وربما هذه هي المشكل اللي يقدر يكبر، لأن إلا ولا كيسد عينيه غادي يولي ما كيعرفش الآخرين باللي راهم كيشوفوا فيه ربما بطريقة طيبة، وباللي يقدر كاين اللي غادي مثلا يضحك، كاين اللي غادي يتبع معاه، كاين اللي غادي يعجبو طريقة الإلقاء ديالو، كاين اللي لا. ولكن ملي كيحل عينيه وكيشوف ردة الفعل ديال الآخرين يتأكد باللي الناس الآخرين ماشي ضده، ولكن إلا مشى حتى ولا بالمعقول كيسد عينيه هنا غيكبر المشكل، لأن غادي يولي ما عارفش أشنو كيفكروا الآخرين، وكيقول لا العملاش كيقولوا عليا، العملاش كيشوفوا فيا إلى آخره. إذا أنا اللي نقدر نقول لك على مريم، هذا الشيء يقدر يكون الوليد بصح بين هذاك الشيء اللي وقع الوليد عدنان الله يرحمه والله يصبر والديه، وبين المخاوف الأخرى، وبين ربما مرحلة العمر، ويكما في المدرسة وقعت شي حاجة اللي هو ما عاودش لك عليها، يقدر يكون واحد التغيير دابا كيوقع في الشخصية ديال الوليد ديالك. ومن المهم أنك رديتي البال، وتبارك الله عليك أنك رديتي البال بسرعة وربما في الأول المشكل. تقدري تبدأي مع الإبن ديالك أنك هو الأول تهضري معاه، تعطي له اكثر ثقه في نفسه، تقول له شوف انا حنا نديروا مثلا يدير واحد الحاجه، انه يبدا يعرض قدام المرايا. من بين الحوايج اللي كتعاون بزاف في الرهاب الاجتماعي هو ملي كيشوف راسه كيتعلم طريقه الالقاء، وتشجعيه انه يعرض قدام الاخرين، وانه يحل عينيه ويشوف فيهم ويشوف اللي غتكون ان شاء الله رده الفعل ديالهم، ويجي يحكي لك كيفاش غتكون رده الفعل ديالهم. الا هو قدر يدير هذا الشيء بوحده مزيان، راه في الغالب بشويه بشويه غادي يزيد للقدام، وتشرحي له باللي راه كاين الناس غيعجبهم داكشي اللي غيدير، وكاين الناس ما غيعجبهمش، كاين وليدات غادي يعجبهم، كاين وليدات ما غيعجبهمش، ولكن اللي مهم هو يكون مفتخر بنفسه وهو يكون راضي على العمل ديالو. الا قدرتي توصلي له هاد الافكار هذا خير كبير. من ناحيه اخرى هذاك الخوف ديالو من راجل اللي بان له كيجري، هنا معنيتها باللي ربما راه ما تكلمتيوش بما فيه الكفايه في داك المشكل اللي وقع، وباللي راه كاينين الناس اللي للاسف عندهم هاد النوع من المرض او نوع من الاضطراب اللي كيخليهم كيمشيو ويقلبوا على اطفال. وباللي من المهم تشرحي ليه بلي ماشي الناس كلهم بحال هكذاك، ولكن الا بان ليه شي شخص اللي مشكوك في امره او لا حاولي تصرف معاه شي تصرف ماشي هو داك اللي خصو يهرب. يعني هادو جوج الحوايج مختلفه اللي مهم تهضري مع الوليد ديالك فيهم. وصلتي شي نتيجه معايا؟ عندنا عطي لراسك ربما واحد الفرصه ديال شهر او شهرين ديروا هاد المسائل اللي قلت لك. الا كانت نتيجه مزيان، الا شفتي باللي لا الوليد كيزيد ينغلق كيزيد يتفادى، هضري مع الاستاذ ديالو مثلا، الا بين الا قال لك لا راه تغير في التصرف ديالو، راه ولا بحال داخل في واحد القوقعه، راه ما بقاش اجتماعي بحال قبل، راه ولا كيخاف من مواجهه المواقف الى اخره. هنا انا كنصحك باش تشوفي اخصائي نفسي ديال الاطفال، يعني طبيب بيدوبسيكياتر ولا بسيكولوج دو لونفون، يعني اخصائي نفسي ديال الاطفال اللي يقدر يفهم المخاوف ديالو ويخدم معاه عليها ويعاونو باش يعاود يكتسب الثقه في نفسه. احنا معك مريم، الله يوفقك وان شاء الله تكوني دائما مطمئنه على الابن ديالك، الله يحفظ وليداتكم كاملين. غادي ناخذ اخر مكالمه واخر حاله غادي نشوفوا واش هي ايضا فوبيا. فاطمه من اكادير، السلام عليكم، مرحبا بك معنا في حديث مغزل. صباح الخير. صباح النور. اختي سناء كدايره؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله، الله يبارك فيك فاطمه. مرحبا على عندي واحد السؤال. يعني انا فاش كنخرج من الموبل ديال العماره كنلقى المشاش
يعني كنت فهذا موقيت كان بنخرج من الدار يعني على ودي دوك المشاش يعني هما يكونوا تابعيني لا هيجوا يطلح لي شي واحد ولا هيقمشني يعني هكاك. وعاوتاني الا تلاقيت الكلاب يعني كنت فهذا ديك الطريق كان كلاب يعني مسافه اخرى يعني فهمني يعني وليت كانت نخاف يعني من بوحدي. تخافي فاطمه واش كتخافي من حيوانات او حشرات واحد اخرين بحال فراق الزيت الفار العنكبوت الحمش؟ الفار الفار يعني ما نقدرش نعس ديك البلاصه الا شفتو ولا شي حاجه فهمتيني يعني ما نتفادى يعني كنبقى نتخيل دماغي. غير كتفاديهم ولا وقعت لك شي حاجه مثلا ملي كنتي صغيره؟ لا 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 هيك كنخاف يعني يعني الداخل ديالي تنقول ياك ما يجي يقمشني ولا يتبعني فهمتيني يعني انا كنتفادى واخا تكون صغيره يعني كنخاف منها. نعم دكتوره فدوس وهذه الحاله اللي كتحكي عليها فاطمه هي فوبيا ولا سيما انه في الثقافه ديالنا كنا كنقدروا وحنا كنخافوا من القطوط من الكلاب من الحيوانات عموما على خلاف ثقافات واحد اخرين اللي فيها الحيوان هو صديق الانسان ومتعايشين مع بعضياتهم يعني بتوازن. وخاصه انه حنا عندنا واحد الفكره بزاف الناس كبروا بها انه القطوط كيقدر يكون فيهم جن يكونوا مسكونين من اشياء من هذا القبيل. واش هذه فوبيا اللي كتحكي عليها فاطمه؟ هي فوبيا ولكن مش هي ما عندهاش بالنسبه لها انا كنظن علاقه مع هاد الصور الثقافيه بقد ما هو خوف من الحيوان يقدر يضر. هي بصح القط يقدر يقمش الكلب يقدر يعض يعني حقيقه يعني هادشي ماشي مخيله ولكن نسبه الخوف هي اللي مفرطه والرؤيه على يعني النظره على ذاك الموقف كتشوفو خطير اكثر من الحقيقه ديالو. يعني في الغالب ديال الوقت ملي كندوزو حدا شي مشاش ولا حدا كلاب راه ما كيديوهاش فينا وماشي بالضروره نهائيا كيحاولوا انهم يتفاعلوا معنا كاع نهائيا. يعني اللي مهم هو ان نفرقوا بين الامور. هنا ما عندناش كنظن علاقه بالخوف من الجن هذه من جهه ولكن احنا ثقافيا بصح ما عندناش ذاك ماشي جميع العائلات عندهم قطط في الدار ماشي جميع العائلات عندهم هكذا علاقه مع الحيوان بصفه عامه وخاصه في المدن بالنسبه لثقافات اخرين. ولكن هذه الفوبيا راه كاينه حتى عند الاخرين مش عاوتاني ما نحددوهاش غير في المغرب. كيبقى ان دابا فاطمه عندها فوبيا ديال الحيوانات وخصنا نعرفوا بلي فوبيا ديال الحيوانات كتبدا بين سن الخامسه وتسع سنوات تقريبا بين 50 و 90 كتبدا عند الطفل كتقدر تكون غير مرحليه ومن بعد كتفوت والطفل كيعاود يولي صافي قاس كليبات قاس مشيشات هضر مع يعني كان عنده شي حيوان وكتفوت. وكاين بعض المرات اللي لا كتبقى وبالعكس غير ما كتبقى غدا وكتزاد غدا وكتزاد. مهم دابا فاطمه تفهم ان الخوف ديالها من هاد القطط ومن هاد الكلاب وتا من الفار راه اكثر من الحجم الحقيقي اللي خصو يكون فيه. لان ملي كنكونوا غاديين في الزنقه غنتلاقاو مع حيوانات. من المهم ان تبداي تواجهي هذا الخوف ديالك بشويه بشويه فاطمه لان هادشي اللي كديري هو العكس ديال داكشي اللي خصو يدار. لان التفادي وتقلبي الدوره وتكبري الطريق باش ما تدوزيش من واحد البلاصه فيها القطوط ولا فيها الكلاب بالعكس راه كتزيدي في المشكل ديالك. اذا انا بعدا اول حاجه نصحك تبداي تشوفي صور ديال القطط ديال الكلاب هذه بعدا الا كان عندك خوف من الصور تبداي تشوفي فيديوهات ديال كيفاش كيتعاملوا الكلاب كيفاش كيتعاملوا القطط. تقدري تشوفي واحد الفيديوهات اللي كيبينوا لك كيفاش كيكون التصرف الصحيح الا كنتي غادي في الزنقه وكانوا مثلا واحد كان مشكي كلب ولا هذا باللي راه كل ما انت كتكون مرتاح مع نفسك وغادي واثق من نفسك كل ما هو راه ما كيشوفكش بحال شي حد اللي خاص منه ولا يعني بالعكس كيفضل انه يخليك في التقار ويبقى هو في التقار. يعني حاولي تفهمي اكثر على الحقيقه ديال هاد الحيوانات ومن بعد بشويه بشويه تقدري ما تخرجيش بوحدك مثلا من العماره تقدري تخرجي مع الزوج او تخرجي مع شي شخص معك ودوزي قدام هذوك القطيطات المره الاولى والثانيه والثالثه والعاشره مع شي حد وغتلاحظي باللي ما عمر داك القطوط ما كيديوها فيك. واحد النهار غادي تخرجي بوحدك وغادي تجربي تدوزي قدامهم وغتشوفي باللي راهم ما كيديوهاش فيك وبشويه بشويه غادي تبداي كترتاحي مع الرؤيه ديال هذوك القطط او دوك الكلاب وغتعاودي تكتسبي الحريه ديالك في التنقل من الخارج ديال الدار ديالك وما تبقايش انت اللي كيخصك تبدلي الطريق على ود كاين قط او كاين كلب.
نعم، خلاصة الحصة ديالنا اليوم طبعا حنا كنحييوك فاطمة وتبعيها التمارين ان شاء الله يكون خير. هاد التمارين فهمنا انها هي باش غيبدا الانسان العلاج بالمواجهة، كيواجه راسو باش يتجاوز داك الخوف ديالو ويبدا يضبطو شوية. الا هاد التمارين ما عطاتش نتيجة شنو كتكون المرحلة الموالية؟ هي اصلا احسن فهمه يا الواحد قادر يدير هاد التمارين بوحدو ويبدل افكاره ويواجه من الخير، ما قادرش راه من الاول خاصو يلجا المعالج النفسي. علاش؟ لان بعض المرات كتكون واحد الافكار سلبيه كبيره اللي كتمنع باش الواحد يقدر يدير ديك الخطوه اولا ديال المواجهه. الحاجه الثانيه هي ان الواحد يقدر ما يعرف مثلا ما يعرفش كيفاش يدير ديك التمرين، لان واحد الحاجه مهمه في التمرين هو اننا نديرو حتى ينقص الخوف. الا مثلا غير شفت القط وطلعت ليا الخلعه وهربت، هنا التمرين ماشي ناجح. كيخصني نقدر نبقى قدام هذاك القط حتى نحس بالخوف ديالي نقص على الاقل، على الاقل بالنصف. لان الا ما خرجت جاي بواحد البدايه ديال نتيجه ايجابيه، الدماغ ديالي شنو اللي كيترسخ فيه؟ كيترسخ فيه الخوف. وانا لا، انا خصني يبدا الدماغ ديالي كيفهم باللي نقدر نحس بالامان ولو كينقص. دونك هنا فين مهمه المرافقه. التمارين راه تقدر تلقاهم، ولكن الا ما عرفتيش لهم كيفاش تقدر ما تكونش ناجحه. اذا كمرحله انا بالنسبه لي شي واحد اللي عنده خوف بسيط يلاه بدا، اللي كيشوف راسو قادر يواجهه يواجه. شي واحد كيشوف الخوف راه عنده من زمان وما قادرش نهائيا يتحكم فيه، من الافضل انه يشوف طبيب اختصاصي او معالج نفسي او اخصائي نفسي اللي يهضر معاه على الموضوع اللي غادي يوجهه في الطريقه اللي يتعامل بها مع هذا الرهاب، واللي غادي يعطي نتيجه افضل ان شاء الله واللي تستمر مع الوقت اللي تدوم، يعني اللي تبقى دائمه. عموما شحال غادي يخص من حصص العلاج والمتابعه النفسيه؟ كيبقى على حسب شدة المشكل، ولكن كيبقى الرهاب من بين المشاكل اللي كتطلب حصص أقل. يعني مثلا كاين مشاكل كتطلب أكثر من 20 حصة، الرهاب لا، الرهاب الفوبيا إلا كانت فوبيا وحدة كنقدروا نخدموا عليها بين 6 حتى 8 ديال الحصص، بعد المرات حتى 10 ديال الحصص. ولكن نعم، كيبقى ديما على حسب الشدة. مثلا شي حد اللي غير الصورة كتخلعوا كتخيلي باللي راه غادي تخص مراحل أكثر. شي حد نعم اللي كيوصل أنه يكون قريب ليه ولكن ما يقيسوش راه افضل. اذا كل واحد وعلى حسب النوع، ولكن في الغالب ما كيكون طويل بزاف. نهايه الحصه راسي دوا السعداني مشكوره على كل هذه النصائح، ونتمنى انه هذه الحلقه كانت ممتعه ومفيده، ما فيها باش نوعوا بهذه المخاوف ديالنا وهذه الفوبيات ديالنا ونبحثوا لها على حلول، لانه مادام الحياه تستمر الا والانسان قادر على انه يتطور ويتقدم. الجميل ايضا في هذه الحصه هو اننا كنفهموا باهميه الوعي بعد المخاوف عند الاطفال ديالنا، كيفاش نتعاملوا معها بكل صبر بكل حب بكل دعم نفسي ومعنوي، لانه باش ما نخليهمش منين يكبروا تزيد تكبر المخاوف ديالهم. وكل شيء الا وليه الحل ان شاء الله، الا وليه العلاج. دكتوره فدوى السعداني ان شاء الله نتلاقاو الاسبوع المقبل. ثم استمعتنا موعدنا غدا.